السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى متابعين في الدنيا، معاكم وعد وحشتوني جدا. زي ما قريتوا في العنوان كده، جدتي وجدتك ما بيكذبوش، وخصوصا لو قالوا لنا على وصفة او نصيحة تبقى 100% صحيحة. الفيديو ده نزلته قبل كده من شهرين، والتجربة قامت على بنات معايا في العمارة، وكانت النتائج مفرحة. ولما لقيت النتائج منهم مدهشة فعلا، قلت هنزل بالفيديو لتاني مرة عشان لو في ناس جديدة ما شافتوش قبل كده تستفيد. طب ما جربتيش انت ليه وعد؟ اقول لكم، لان انا جربت وصفة الزنجبيل المطحون وملح البحر الميت، والحمد لله بنسبة 80% شعر الجسم بقى قليل خالص. ناس كتير جربته برضو وما شاء الله نتائج حلوة قوي، بس قلت اقول لكم على دوت تمام، لان لقيت ده نتائجه اسرع من الزنجبيل المطحون والملح البحر الميت بسرعه قوي. طيب يعني انا اسفه، حقكم عليا. اللي هتخش تكتب اي حاجه برضو هي حره، والراي يحترم، بس نصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. بنت او متزوجه بنعمل اول مره سويت عشان نشيل الشعر من الجذور. البنت طالما عدت سن 18 وبلغت، مفيش حاجه اسمها صغيره وكبيره في النظافه، نعمل وننظف نفسنا ونتعود. ماما تعمل لك او تعملي لنفسك زي ما تبقى. لو بتخافوا من السويت، في جوانتي اللي هو بتاع العمليات، بنلبسه في ايدينا وبندلك كويس جدا على مكان الشعر، بنعمل تحفيز للدوره الدمويه انها تشتغل وبتسخن المكان عشان لما نيجي نشيل ما نحسش، ونشيل كويس هتلاقي جوانتي منظف كل شعر المنطقه الحساسه بنسبه كبيره جدا. طيب الحاجة اللي احنا هنستعملها النهاردة منها فيكي، يعني داخل جسمك، حطوا لايك وانتوا بتسمعوا الفيديو بسرعة عشان اشوف او اقول لكم احنا معانا ايه عشان بنات كتير تستفاد. احنا كده يا حلوين عملنا السويت والحمد لله خلصنا من الشعر تماما. بنلبس جوانتي وبندخل نعمل يورين حمام بول اعزكم الله، في يعني محدش يتكلم جربوا. لكن فعلا انا لقيت النتائج، البنات مستغربين والامهات هتبتدي تشتغل في الوصفه هي كمان. بنجيب كوبايه صغيره ونحط نعمل فيها عجننا، هنعمل تحليل حمل ولا تحليل بول اللي هو يورين. هناخد شو كميه من البول وندخل التواليت ونغسل المكان، يعني نكون لابسين جوانتي وناخد من الميه ديت ونبتدي ندعك المكان اللي فيه اللي كان فيه الشعر اللي هو المنطقه الحساسه، وندعك كويس جدا ونسيبه لمده 10 دقائق واحنا في التواليت. خلصنا العشر دقايق الحمد لله، نخش نغسل بقى جسمنا بالشاور اللي براحتك بقى، بالصابون، المهم تعقمي نفسك وتنضفي نفسك وتحطي كريمك المرطب او اي حاجه مسكه او اي حاجه خلي ريحتك نظيفه تمام، بس مش اقل من 10 دقايق. تفضلي قاعده ثابته يعني، ما تغسليش المكان لحد بس ما بس فور وسوق يعني فور ما تعملي السويت. عملتي السويت دلوقتي تخش على طول تعملي الوصفه دي، وكل ما تخشي تاخدي شاور تاخدي برده شويه يورين وتبتدي تتلكي المكان كويس جدا. السيده الكبيره لما قالت لي على الفيديو دوت من على الوصفه دي من شهرين، انا استغربت بصراحه وكنت محرجه اقول للبنات، فقلت لهم بصراحه ولحد دلوقتي مش مصدقين، فعلا روعه جدا جدا، ما بيكدبوش خالص في اي حاجه كانوا بيقولوا. كان حتى يعني زمان برضو ما كانش في حاجه، ما كانوش يعرفوا السويت قوي، يعني كانوا بيجيبوا الرماد بتاع الفحم كده ويبداوا يدلكوا بيه وينتفوا، دي شغلانه اهالينا زمان. كنت حتى تلاقي ستك او ستي قاعدين على جنب كده وشغالين نتف من غير اي حاجه بالرماد، فاي حاجه بيقولوها حقيقي بتبقى صدفه وفعلا 100% صحيحه. انا قلت، واللي عايز يكتب رايه براحته، واللي عايز يقول اي حاجه بحر ما فيش مشكله، بس فعلا يعني نزلته تاني مره عشان تستفادوا جدا جدا. اسفه لو كنت ضايقتكم باي حاجه، بس من الناحيه الشرعيه انا ما اعرفش، لكن هو مش حرام يا جماعه عادي، يعني ده حاجه مننا فينا احنا عايزه، وبكده بنغتسل يعني بنشطف وبننظف نفسينا، مش بنسيب نفسنا كده ونخرج كلنا في التواليت واحنا بنعمل حاجه دي في التواليت، ولا خرجنا ولا رحنا ولا جينا، اثناء وجودك في التواليت 10 دقايق وشكرا، وتغسلي وتنظفي وتحطي برفانك بتاعك براحتك، المعطر براحتك، وشكرا على كده. ربنا النهارده اكون افدتكم وما كنتش طولت عليكم، وجربوا جربوا هترتاحوا جدا جدا. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.